الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرى تحواتين حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انهم بار تحستو ناي اركان الاسلام والايمان فتاوى تحتتو شيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله عليه نتن حتتاز تحتتو نع اندماني كميلم كم دملسونينا نري زلنا كمتي ربنا عز وجل نزين فلتو نجر نعلماء كن حتت كم زلنا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون سلازبلنا نحنا دماني تم علماء تحتتم زملسو نعو تردينا بون تكبر بمبال تنحتون ملستات نقرب لنا حدا كبت حتتات زتحتتو شيخ محمد ابن صالح رحمة الله عليه هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد اعتياده المساجد كما جاء في الحديث لك كمتي أب حديث تتقيس زلوسني حدا سب مسجد كمالالس بمرأينا إيمان كم زلو بعل إيمان يلنا كن مسكر اللدو نخئل تباهيلو يتزبل حتو قريبو كملسو خلو الجواب نعم إلو هو إلو لا شك أن الذي يحضر الصلوات كابتزي تراتر صلاة كلها جزي زر كبزخو زخونيسب في المساجد أم مسجد حضوره لذلك دليل على إيمانه مسجد أم مسجد كمالالس كله أم مسجد كركبون كله إزي حد ملكتنا إيمانيو لأنه ما حمله على أن يخرج من بيته إتي كابغوزو نخوات زغبورون ويتكلف المشي إلى المسجد كمو دماني تتعقمو كساب مسجد دبت سحزلو إلا الإيمان بالله عز وجل إمنت ابن ربي إيمان سلزلو دائمبر كالي أيكونا نبل وأما قول السائل اتي حتتين نزحت زي أزحت زلوغن كما جاء في الحديث إلو كمتي أب حديث زلو إلو وإذا حديث يا أب رواية الترمذي تركب مالتيو فهو يشير إلى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم اتا حديث كم النبي عليه الصلاة والسلام تبهال ذكر يبل إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان تبل انت دا أحد سب مسجد كمالا لسري أخو موسني بإيمان مسكرلو تبل دلا كاب أب ممركاسيو زحتو زغرب الليبل ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حديث زي ناب رسول صلى الله عليه وسلم تبزح حديث صحيح أي كونة بمبال ملسو وصلى الله وسلم على نبينا محمد.